سيد بوغايب إمام التطبير، ولكن سؤال، من يختلف مع هذا الرجل اليوم؟ ما في أحد، بالذات الكل يحبه، رجل محبوب، يتواصل مع الجميع، يسأل عن الجميع، ونعم فيه، يشارك الجميع، يمشي في مواكب الجميع. وأنا أقول لك مولانا، إحنا وضعنا في البحرين معالج، نقطة آخر السطر، ما عندنا هالمشاكل هذه، الصبية هذه، التصابي هاي، الأفكار مع المراهقين، مولانا راحت خلاص، انتهت، لا إلى عودة ولا رجعة مولانا. الحمد لله، الحمد لله، وضعنا ممتاز، والله سبحانه وتعالى لا يغير علينا. وأسأل الله للمجتمعات الأخرى اللي فيها هذا الجو المتصابي مولانا، الغير مثقف، الغير عاقل، اللي ما يفهم شنو معنى سفينة النجاة والحسين والطائفة الواحدة، أن يهم واحد مثل بوغايب، إلهي آمين. إن شاء الله إلهي آمين أن ينقذهم. حرام، وهذول أخوان ليس على من يطبر أن لا يعتقد أن من لا يطبر قد خرج عن المذهب، وعلى من لا يطبر أن لا يعتقد أن من يطبر قد خرج من المذهب. جميل. هذه المعادلة كأنما هي عقد اجتماعي التزمناه كلنا في البحرين. إذن إحنا قمنا بمراجعة ودراسة للذات، ووجدنا أن ما كنا نقوم به خطأ، والاعتراف بهذا الخطأ من صلب الدين والتدين، مو مسألة مجاملة، تكليف شرعي. على كل حال خرجنا احنا، اخرجنا الموكب من هذه الدائرة تماما، واوصينا الكل ان يبتعد عن هذه الاطروحات. وانا انسان جدا 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 متشدد في هذا الموضوع سابقا، لحد التطرف ضد بعض الممارسات اللي كنت اتصور حسب قراءة فقهية معينة انه